أنه نستخدم القانون في معاقبة الفساد. إحنا الفاسد تثبت على الأدلة الجرمية يتحول إلى القضاء، مشكلتها. لكن اليوم ما تدار الأمور القانونية بالقصقوصة. تفضل أستاذ. شكرا. هذا عندي قلم، عندي قلم. ما تدار الأمور القانونية بالقصقوصة. يعني أنا اليوم فرضا طرد الزيد من الناس، ما هذا الزيد من الناس لديه مفاسد قد يكون كبيرة. دور القضاء وينه؟ وين دور القضاء؟ إحنا بالعكس نظامنا قضائي، تنوجد مفسدة على المتحدث، تحال القضاء وانتهى موضوعك. أنا محتاج للقصقوصة. اثنين، وحتى القصقوصة بها مجال للتوبة، يعني حتى إن كان فاسد مفسد كذا أصلح أمرك وتعال مرة ثانية توب. إحنا نريد اليوم الفاسد إن كان المتحدث والغير متحدث أقصد نفسي فليذهب إلى القضاء. هذا فاسد يثبت على الجرم يتحول القضاء يأخذ حق الدولة منه وحق العام يأخذ من عنده.